بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الكريم نبي الهدى والرحمة. وبعد، من أروقة رابطة الرياضيين الرواد والأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية، فباسمي وباسم جميع زملائي أعضاء الرابطة في الولايات المتحدة وكندا نزف أجمل التهاني والتبريكات إلى شعبنا العريق، الشعب العراقي البطل، وإلى جميع الأخوة الرياضيين أبطال العراق، حيث حقق أبطالنا رجال البارا أولمبية والنساء الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في أولمبياد باريس. وهذا دل إنما يدل على أنه الشعب العراقي شعب ولود، شعب مترع ريان بالأبطال والبطلات. ونتمنى للأخت، إلى ابنتنا البطلة نجلة عماد، كل التقدم والازدهار، وإلى إنجاز أكبر وإلى إنجاز أعظم، هو أن تكون فيما بعد قائدة ومدربة كبيرة للوطن. أنا تنبأت لها قبل عام من الآن بأنها سوف تكون بطلة أولمبية، والدليل على ذلك أننا أرسلنا لها شهادة من الرابطة، والشهادة الآن في حوزتها، كتبنا لها البطلة الأولمبية. جاء تقديرنا هذا إلى هذا المستوى الأولمبي بعد مشاهدتنا لها شخصيا في بطولة الخليج، حيث أحرزت المراكز المتقدمة الأولى، وكنا نتابع عن كثب مستوى الإداء الفني والروحي والشجاعة التي كانت تتمتع بها البطلة نجلة عماد. فكل الحب والتقدير لها، ابنتنا الكبيرة، ابنة الوطن البار، ابنة العراق. تحياتي إلى كل الشعب العراقي وإلى أخواننا وأهلنا في وطننا الكبير العراق. نتمنى أن تكون الرياضة في مجال أوسع من الدعم والاستقرار والإعداد والتدريب والمشاركات الدولية، وأن تخصص إلى الرياضة ميزانية مفتوحة حتى تستطيع القيادات الرياضية أن تخلق جيل كبير يتمتع بالقدرات الأولمبية ويتمتع بالقيادة الأولمبية ويتمتع في خلق مدربين أكفاء أمثال المدربين الذين حققوا اليوم إنجازات في أولمبياد باريس. فألف ألف مبروك وألف ألف شكر للبطلة نجلة عماد. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مركز الإعلام الدولي وإلى المخرج الكبير مهدي البابلي وإلى برنامج وقفات، حيث أتاح لنا الفرصة بأن نزف إلى ابنتنا وإلى شعبنا الوطني الكبير العراق أجمل التهاني والتبريكات. تقبلوا منا ومن جميع أعضاء الرابطة أخوانكم في الولايات المتحدة الأمريكية كل الحب والتقدير. أخوكم عصام زكي، المدرب والمحاضر الدولي، رئيس رابطة الرياضيين الرواد والأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية.